بمناسبة يوم المرور العالمي قامت قيادة شرطة محافظة الرقة احتفالا بهذه المناسبة. تم التعميم على كافة الدوريات بإيقاف المخالفات لمدة 3 أيام والعادة الخطيرة منها، كما تم اتخاذ شعار بوعينا نصل آمنين عنوانا لهذا العام ليوم المرور العالمي، وكل عام وأنتم ووطننا وقائدنا بألف ألف خير. إن تخصيص يوم عالمي للمرور يدل على أهمية مرفق السير، وأن سوء استخدامه يؤدي إلى أضرار جسيمة بالفرد والمجتمع. لذلك نتمنى من الأخوة السائقين الالتزام بقواعد وقوانين السير وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادتهم للسيارات. تشارك الجمهورية العربية السورية العالم الاحتفال بيوم المرور العالمي الذي تم إقراره بمؤتمر جنيف في الأمم المتحدة في عام 1969 بالتزامن مع أسبوع المرور العربي من 4 إلى 10 أيار الذي تم إقراره في عام 1981. طبعا أهمية هذا اليوم تنطلق من نشر الوعي المروري والثقافة المرورية من خلال المعاهد والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام للحد من الحوادث البشرية والتي تستهدف فئة الشباب العمرية من 18 إلى 25.